وانا ببص كده لقيت في جمال ما بعده جمال، وبعدين في نظام كده وبتاع، قلت يمكن عاملينه كده عشان احنا جايين. استاذه اسماء حلفت والله العظيم الحاجات دي موجوده يا استاذه اسماء، قالت والله العظيم الحاجات دي كل يوم موجوده يا استاذه اسماء. الحاجات دي كل يوم بالامانه؟ اه طبعا كل يوم احنا عندنا رمضان جانا وفرحنا ابو يعني. لا طبعا اي مسؤول اي جهه عايزه تيجي في اي وقت على مدار ال 24 ساعه المكان مفتوح ليهم. اه طبعا احنا عندنا بقى زي احنا العنبر قد ايه؟ عندنا في مؤسسه التثقيف الفكري 5 عنابر مبيت، كل عنبر فيه 22 بطانيتين. اه بطانيتين، وعندنا برضو اوضه فيها بطاطين زياده عشان خاطر لو اي ولد بالليل شعر ان هو ساقعان الاخصائي على طول بيغطيه. تعالي يا هند. وعندنا هند مشرفه العمال مؤسسه التثقيف الفكري. ازي حضرتك؟ حضرتك هند ايه؟ هند مصطفى. ازي حضرتك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. شكرا. لا عفو. لا شكرا على النظافه، شكرا. بالامانه كل يوم كده؟ فعلا كل يوم كده، فعلا فعلا كل يوم كده. ربنا شايف؟ لا طبعا كل يوم كده والله. طيب احنا عندنا بقى حضرتك مشرفة عامة على على السرير كلها؟ اه. كم سرير هنا في المؤسسة؟ انا عندي 112 سرير. طيب انا طبعا عايزه الفت نظر حضرتك ان العنابر دي كلها تم رفع كفاءتها وافتتحتها سياده الوزيره نيفين القباج في شهر 10 في انتصارات اكتوبر، ذكرى انتصارات اكتوبر. وطبعا كل العنابر دي تم رفع كفاءتها عن طريق اداره تنميه الموارد والمؤسسه القوميه. متشكرين يا ست على النظافه وعلى الحاجات الحلوه دي. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا يا ست اسماء. تعال نكمل بقى الحاجات دي.